أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أورد المؤلف رحمه الله فيما مضى الصحابة وتفضيلهم على بعض، وتطرق هاهنا للصحابة أيضا. السؤال: لماذا لم يجعل الكلام على الصحابة كله في موضع واحد؟ هذا أسلوبه في التأليف، وهذا من كما ذكرت لكم من باب التأكيد، تكرار من باب التأكيد، وربما أنه يكرره لمناسبات، يكرر ذكرهم لمناسبات، فتكراره طيب ولا بأس به، تكراره طيب ولا بأس به. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.